السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم على قناة لنستفيد معا في موضوع خاص بشراء السيارات بقرض بدون فائدة. وشنو هي الأرباح الشركة أو المؤسسة إذا كانت تعطيك واحد القرض وما غادي تربح فيه والو؟ ففي هذه الحلقة إن شاء الله نعرف حقيقة القروض بدون فوائد، واش هي مجانية أو لا ربحية. فقبل ما ندخلوا في الموضوع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لنستفيد معا، فمحتوى القناة مختص مواضيع هادفة اللي اكيد غادي تستافد منها، فما عليك غير تصفح في القناه وما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك ديما الجديد على القناه. لاحظنا جميع في بزاف ديال الاعلانات ان مجموعه من المؤسسات لبيع السيارات دايره واحد العروض اللي هي متعدده في شراء السيارات، لكن العرض اللي هو موضوع اليوم هو عرض شراء سياره بدون فائده. وهذا العرض اللي كيغري بزاف الناس اللي عندهم دخل محدود وباغين سياره، ويكون هذا العرض بدون فائده. فالواحد ملي كيشوف هذا العرض المغري للسياره مثلا 12 مليون بدون فائده، وكيقرر انه يمشي لهذه المؤسسه ويخبرهم باللي باغي يستافد من هذا العرض اللي دايرين في الاعلان، وانه باغي يشري هذه السياره اللي شافها في الاعلانات اللي قلنا مثلا الثمن ديالها هو 12 مليون وبعرض سلف بدون فائده. فهنا البائع كيخبره ببعض الشروط، منها عليه انه يدفع واحد التسبيق، ثم كيقدم ليه البائع واحد العقد اللي خاص الشاري يوقع عليه اللي هو سميتو عقد الإدعان. وهذا العقد فيه مجموعة من الشروط والبنود، فالشاري في هذا العقد كتفرض عليه المؤسسة أنه يقبل جميع الشروط والبنود إلا بغى هذا القرض، وما عندوش الحق في أنه يزيد ولا ينقص ولا حتى يغير شي حاجة فيه، فما عليه غير يوافق ويسيني على هذا العقد إلا بغى يستافد من هذا القرض بدون فائدة. فمن بين هذه الشروط أنه واجب عليه واحد التسبيق كيبدا من 30% حتى 65% وفي مدة 48 شهر أي سنتين. فالسيارة اللي شافها الشاري وبغى يشريها الثمن ديالها هو 12 مليون، وقرر يدفع واحد التسبيق ديال 50% أي نص الثمن اللي هو 6 مليون. فبما أن القرض بدون فائدة، فالشاري دار في باله أنه الباقي اللي خاص يتخلص هو 6 مليون على مدة 48 شهر. فالشاري دار عملية حسابية، 6 مليون على مدة 48 شهر هي 1250 درهم كل شهر، لكن ماشي هو هذا الحساب. فالبائع عنده رأي آخر وقال أن في عقد إدعان كيخص تخلص 1750 درهم شهريا، وكيبدأ يحسب مع الشاري، فكيخبر أن هناك مصاريف الملف اللي كتقدر ب 4000 درهم اللي غادي تقسم على مدة 48 شهر كتصبح 83 درهم شهريا، والقشطاعات ديال تأمينات القرض وتأمينات السيارة اللي كتقدر شهريا ب 417 درهم. فمني كتحسب كتلقى 1250 درهم زائد المصاريف الملف اللي هي 83 درهم فاصلة 33 زائد تأمينات 417 درهم، فكيصبح 1750 درهم. فإلا شدينا هاد 1750 درهم وضربناها في عدد الشهور اللي قلنا هو 48 شهر، كتساوي 8 مليون و 80 ألف ريال زائد تسبيق 50% اللي هو 6 مليون، فالمجموع كيساوي 14 مليون و 80 ألف ريال. فالسيارة الثمن ديالها هي 12 مليون، وهنا بائع أو المؤسسة الربح ديالها من هذا القرض هو 2 مليون ونص تقريبا. فهنا كنقولوا أن القرض بدون فائدة كيف ما كتشوفوا في الإعلانات ما كاينش، لأن القرض بدون فائدة هو إذا كان الثمن مثلا 12 مليون وتعطى التسبيق ديال 6 مليون، فخاص الباقي يتقسم على المدة المحددة بدون زيادة ونقصان، يعني خاص يتخلص داكشي اللي بقى صافي. فإذا ما كانش هادشي فهذا القرض ماشي مجاني، فما يغركمش في الإعلانات فحتى تسول وتعرف شنو كاين في داك العقد اللي كيختلف بين كل مؤسسه ومؤسسه، لكن ضروري كيكون القرض في ارباح بالنسبه للمؤسسه، ما كايناش شي حاجه اللي هي فابور. فهذا ما كان في الموضوع ديال اليوم اللي تطرقنا ليه، وكنتمنى تبارطاجيو مع اصحابكم اللي باغين ياخذوا سلف بدون فائده لشراء سياره، وما تنساوش الدعم ديالنا بالاشتراك وتفعيل الجرس، والى اللقاء.